السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم ونكمل لدرس خصائص السكان. خدنا يا شباب في الجزء اللي فات خصائص السكان التعليمية، واتكلمنا كمان على خصائص السكان الديموغرافية. تعالوا نتكلم النهاردة على خصائص السكان الصحية. لو جينا اتكلمنا على خصائص السكان الصحية، هنلاقي ان انا بتكلم على الحالة الصحية. الحالة الصحية للسكان، هنلاقي يا شباب ان يعد عدد الاطباء مؤشر مهم جدا في مستوى الرعاية الطبية. كل ما يزيد عدد الاطباء ده بيبقى مؤشر مهم لوجود رعاية صحية في البلد اللي بيزيد فيها عدد الاطباء. هنلاقي ان احنا هنقسم الدول عندي لدول ذات رعاية طبية فائقة، ودول ذات رعاية مرتفعة، ودول ذات رعاية منخفضة. لو جينا بصينا على دول ذات رعاية فائقة زي روسيا ومعظم دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية، طبعا ده نتيجة الارتفاع مستوى التعليم، فبالتالي زيادة عدد الأطباء، فبالتالي الرعاية الصحية هتبقى فائقة. أما لو جينا اتكلمنا على دول ذات رعاية طبية مرتفعة، هنلاقي إن عندي في الوطن العربي زي مصر والأردن والإمارات. أما لو جينا بصينا على دول ذات رعاية طبية منخفضة، هنلاقي إن معظم دول أفريقيا زي النيجر وأثيوبيا ونيبال في آسيا. طب لو جينا بصينا كده على خصائص السكان الاقتصادية، لو جينا اتكلمنا على خصائص السكان الاقتصادية يا شباب، هلاقي ان العوامل المؤثرة في الخصائص الاقتصادية هو تنوع الأنشطة الاقتصادية، كلمة الأنشطة الاقتصادية العمل اللي بيقوم به الإنسان، وكمان دخل السكان. هنلاقي يا شباب ان لو جينا بصينا كده على، افتح بسرعة معايا الكتاب بتاعك على خصائص السكان الاقتصادية، هتلاقي رسم بياني بيوضح نصيب الفرد من الدخل القومي السنوي. هنلاقي ان سكان قارة استراليا بيزيد فيها عدد او بيزيد نصيب الفرد من الدخل القومي، اما اقل قارة بيكون فيها نصيب الفرد من الدخل قليل هي قارة افريقيا. يبقى اعلى قارة في دخل الافراد استراليا، اقل قارة في دخل الافراد هي افريقيا. طب لو جينا كده يا شباب بصينا على الدول ذات دخل اقتصادي مرتفع، هنلاقي ان الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع بتعتمد على الصناعات وعدم تصدير المواد الخام. هي المواد الخام اللي عندها بتحولها لصناعات عشان تزود من الدخل والاقتصاد بتاعها. هنلاقي واحد بتعتمد على الصناعات التحويلية، اتنين بتستهلك كمية كبيرة من الطاقة نتيجة استهلاكهم للطاقة دي في المصانع، بيتركز معظم السكان في المدن نتيجة المستوى المعيشي المرتفع. طب لو جينا اتكلمنا على دول ذات دخل اقتصادي فوق متوسط، فبيعتمد على التصنيع النامي والأنشطة التقليدية. أما دول ذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط بتعتمد على التصنيع والتنمية الاقتصادية. أما بقى لو جينا اتكلمنا على دول ذات دخل اقتصادي منخفض، هي دول بتعتمد على الزراعة وبيتركز معظم السكان في الريف. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف أمثلة لكل دولة من كل فئة. هنلاقي إن الدول ذات دخل اقتصادي مرتفع زي دول غرب أوروبا ودول أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي. أما
دول ذات دخل اقتصادي فوق متوسط زي تركيا والمكسيك ودول شرق أوروبا، أما دول ذات دخل اقتصادي أقل من متوسط زي الصين وأوكرانيا ومصر والمغرب في أفريقيا. أما لو جينا اتكلمنا على رابع فئة وهي دول ذات دخل اقتصادي منخفض زي باكستان وفي آسيا طبعا ودول أفريقيا زي الكونغو علشان بيعتمدوا على الزراعات التقليدية. طيب هتكلم بقى على قوة العمل. قوة العمل بيقصد بيها الأفراد في سن العمل وقادرون على العمل يعملون بالفعل أو يبحثون عن عمل، دي بسميها قوة العمل ودايما بتيجي في الامتحان اكتب المصطلح ما المقصود بقوة العمل. لو جينا بصينا هنلاقي ان العمل بالزراعة يصل ل 80% في اثيوبيا، نسبة العمل بالزراعة من 60% ل 80% في السودان والهند، اما نسبة العمل بالزراعة من 30 ل 60% من السكان في مصر وتركيا، اقل من 10% في غرب اوروبا وامريكا الشمالية واستراليا نتيجة اعتماد السكان على الصناعة. طيب هلاقي يا شباب ان انا دلوقتي اتكلمت على الصناعات ولكن هلاقي ان في انشطة اقتصادية اخرى بتعتمد على عليها الدول النامية والفقيرة بجانب الزراعة، زي ايه؟ زي الصيد والرعي وقطع الاشجار. ومن هنا يا شباب هنكون خلاص الحمد لله اتمينا الجزء بتاع الجغرافيا وخلصنا كده مع بعض منهج الجغرافيا.